أخبار كتيرة مهمة حصلت امبارح. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عقد اجتماع لمتابعة جهود فض التشابكات المالية بين عدد من الجهات، وأشار رئيس الوزراء إلى الأهمية اللي بتوليها الحكومة لملف فض التشابكات المالية بين عدد من جهاتها وهيئتها، مؤكداً مواصلة الإجراءات والخطوات المتخذة في هذا الشأن بما يسهم في سرعة الانتهاء من كافة الأمور المتعلقة بهذا الملف، وهو ما سيكون له مزيد من الأثر الإيجابي على مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع لمتابعة موقف منظومة رد الأعباء التصديرية واستعراض المنظومة الرقمية الجديدة لرد الأعباء، وأشار مدبولي إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار المتابعة الدورية لمنظومة رد الأعباء التصديرية بما يسهم في زيادة حجم الصادرات، وهو ما ينعكس بدوره على زيادة حجم الإنتاج والتشغيل وأيضاً نمو حصيلة الدولة من النقد الأجنبي. كما تطرق رئيس الوزراء للحديث عن جهود مختلف أجهزة الدولة المعنية للنهوض بملف الصناعة في مختلف المجالات وإتاحة المزيد من المحفزات والتيسيرات التي من شأنها أن تسهم في تعميق الصناعة المحلية وزيادة القيمة المضافة. امبارح التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أعضاء اللجنة التنسيقية المشتركة للحوار الوطني اللي بتضم ممثلين عن مجلس الوزراء ومسؤولي الحوار الوطني بحضور ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني والمستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني وأعضاء اللجنة التنسيقية. وأكد رئيس الوزراء أن هذا هو اللقاء الثاني الذي يجمعه بمسؤولي الحوار الوطني بهدف متابعة تنفيذ توصيات ومخرجات الحوار الوطني في محاوره المختلفة، وأشار إلى أن الاجتماع الأول كان قبل بدء المرحلة الثانية من الحوار الوطني وتم التوافق حينها على تشكيل هذه اللجنة التنسيقية، وتم بالفعل إصدار قرار بتشكيلها، وهناك اهتمام جاد بوضع التوصيات والمخرجات حيز التنفيذ. امبارح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء رصد بالتحليل كل ما هو متعلق بالتقارير الدولية التي تتناول الشأن المصري أو تدخل في نطاق اهتماماته، وسلط المركز الضوء على تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي اللي أوضح الدور الكبير لقطاع التعدين الذي يعد بمثابة مفتاح التحول لصافي انبعاثات صفر لأهميته في استخراج المعادن الحيوية الضرورية للتكنولوجيا الخضراء. وأوضح التقرير أن العديد من منتجات التعدين تعتبر أساسية لإنتاج تقنيات الطاقة النظيفة، إذ يستخدم الكوبالت والليثيوم والنحاس في البطاريات، كما أن توربينات الرياح والألواح الشمسية ومحطات الطاقة الحرارية الأرضية مصنوعة إلى حد كبير من الفولاذ الذي يعتمد على استخلاص الحديد ومعالجته.